ايوه ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ عامله ايه؟ تمام. بومب اتعرف بيكي. معاك نجله. نجله، نجله كام سنه؟ 26 سنه. نجله بنتكلم النهارده عن الاب، عايزه تقولي ايه؟ انا اولا هقول لك بالنسبه لموضوعك انا هتكلم فيه، بس بعد ما اخلص استاذنك لو في وقت اخد رايك في موضوع تاني. اتفضلي. تمام. اتفضلي. اول حاجه انا عايزه اقول لبابا كل سنه وهو طيب، عشان هو عيد ميلاده يوم السبت. وانا بصراحه كنت زعلانه جدا جدا ان انا ما كنتش، يعني ان انا مش عارفه اجيب له هديه ومش معايا ان انا اجيب له هديه. فانا نفسي ان هو كان يسمعني وان انا اقول له كل سنه وانت طيب وربنا يخليك ليا، ان هو عمره ما خلاني محتاجه اي حاجه. عايز اقول لك الهديه مش هي اللي بتفرح الاب. اكيد طبعا يا اسامه، بس لما اكون متجوزه ومخلفه برضك لو حاجه بسيطه. لا كتير برضه. مفيش حد هيحس بازمتك ولا بزنقتك قد ابوكي عشان تبقي عارفه. فلما لو قلت له، لو رحت له قلت له يا بابا كل سنه وانت طيب وانا جايه لك مخصوص عشان عايد عليك وكان نفسي اجيب لك هديه، بس صدقني ما معيش. عارفه هيعمل فيك ايه؟ راجع يا اسامه عشان خاطر اخويا وخطيبه اخويا مالهم برضك، ما ينفعش ان انا اكون يعني وسطهم كلهم وان انا مش عارفه اجيب له هديه. يا ستي قولي لابوكي الكلمتين دول على جنب وخباك وقولي له يا بابا هديتك انا وصلتك، مش كده؟ هو وصلته الهديه، ما تتكسفيش من ابوكي. وبعدين لا بالعكس يا اسامه، هو عمره ما خلاني محتاجه حاجه وعلى طول عارف لو انا يعني متجوزه وعندي جوزي برضك ربنا يخليه، وساعات ظروفه ما بتبقاش سامحه وكده، يعني تعبت ودخلت اوضه عمليات اول واحد وقف جنب بابا. يا بنتي ده بابا. عارفه يعني ايه بابا؟ يعني لحمك، لحمك ده من لحمه، دمك اللي في عروقك ده دمه، مش دم جوزك ولا لحم جوزك. اكيد طبعا. فده بابا. أكيد طبعا. يعني بصي ما تزعليش خالص، كل اللي تقدري تعمليه اعمليه، ولو مش قادره تعمليه قولي له بابا هديتك عندي بس لسه هجيبها لك الشهر الجاي، هجيبها لك كمان 20 يوم، ان شاء الله بعد كده تجيبي له حاجه تافهه صغيره خالص هيفرح بيها قوي لانها منك. مره زمان وانا صغير كنت عايز اجيب لابويا هديه في عيد ميلاده وما كانش معايا فلوس. ما كنتش صغير قوي يعني، كنت بشتغل، بس كنت فجاه فلست كده. قعدت افكر اجيب له ايه، اجيب له ايه، اجيب له ايه، معيش فلوس اجيب له هديه. عارفه جبت له ايه؟ جبت له ايه؟ جبت له سبحه. حلوه برضه، مش عارفه. على قد امكانياتي. اكيد طبعا، بس ابويا بقى نفسك تجيب له الدنيا كلها والله. اه عاش ماسك السبحه دي وهو سعيد بيها جدا، مع ان كان عنده 30 سبحه. انما السبحه دي مسكها وكان مبسوط بيها جدا. عشان ما يحسسكش ان انت جبت حاجه قليله او وضاعت منه السبحه ورجع زعلان، السبحه ضاعت وكان الدنيا مقلوبه، وربنا بعد كده كان كرمني. فقلت له انا هجيب لك يا حاج اجمل سبحه في الدنيا. قال لي لا انا عايز سبحه زي اللي كانت في ايدي. رحت دورت جبت له اختها بالظبط تاني. النهارده سبحه ابويا دي في درجي، كل ما افتح درج الكومودينو بتاعي الاقيها في وشي افتكر ابويا. هاتي له يا ستي سبحه هينبسط وهيبقى والله سعيد. والله يا برايك. بس كده. قولي لي بقى الموضوع التاني اللي عايزه تكلميني فيه. والله يا اسامه هو موضوع محيرني جدا، ووصل يعني وصل لمشاكل لحد الطلاق. قولي. لا ما نوصلش الطلاق باذن الله نصلح، مع ان النهارده مش موضوعنا، بس احنا نلحق الطلاق عشان ما يبقاش في طلاق. قولي لي. بص انا جوزي عنده واحد صاحبه بيحبه جدا وبيعزه جدا. تمام. مراته دي المفروض ان هي صاحبتي. فدلوقتي في علاقات ما بينهم شغل وورق وحاجات زي كده. فصاحبه يعني انا صاحب يعني مرات صاحبه دي انا ما بتعجبنيش طريقتها، منفتحه شويه، بتسافر وتروح وتيجي وجوزها عادي مش معاها، ممكن تروح محافظات تسافر وترجع وجوزها مش معاها، منفتحه يعني بنشرب سجاير، منفتحه شويه وقتها كتير جدا يعني. مش طريقتك، مش سكتك يعني. طريقتي بس انا بجيبها عندي البيت وبعدها قدامي عشان انا عارفه ان جوزي بيتعامل معاها، فانا عايزه كل حاجه قدام عيني. تمام. فابتديت بعد كده بلاحظ ان هي بتكلم جوزي في التليفون. انا عارفه ان هي بتقعد معايا والكلام عادي، بس انا الكلام بدا بيضايقني. تمام. لو اتخانقت معاها تتصل بجوزي تقول له صاحبك عمل وعمل وعمل، انا واقفه في الشارع تعالي لي في الحته الفلانيه. ما يقوليش ان هو رايح يجيبها، هو انا واجهته ان انا بتضايق. اخر مره ببص من الشباك وابني رايح الدرس شفته وهو معاها وطالع عند والدته. والدته ساكنه جنبي. قلت له انت طالع لوحدك؟ قال لي اه طالع لوحدي. قلت له يعني انت مش طالع معاك حد؟ قال لي لا مش طالع معايا حد. عارف عمل كده ليه؟ عشان عارف ان عشان عارف انك هتتضايق. ما هو قال لي كده. قال لي كده. انا قلت له انت يعني جبتها عزمتها عندي على الغدا وقعدت معانا وكل حاجه، راح داخل خدها وانا قاعده، يعني انا قاعده لوحدي، راح داخل واخدها. قال لي بعد اذنك بس خليها، عايزها بره في حاجه. خرجت وبخرج الاكل وبدخله المطبخ، بصوص
لسه لقيته بيديها سجارة. يعني انا شايفة يعني إن انا مش كده. انت لو عاجبك كده انا ممكن اعمل زيها. بيقول لي لا 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 لا, لا. بصي يا بنت الناس, بصي يا بنت الناس, انا بتعامل مع واحدة وبتشرب سجاير اوكي, واقفين مع بعض وانا بشرب سجاير دي طلعت سجارة والموضوع خلص والدنيا يعني وقفنا هزرنا ضحكنا. بتعامل مع ستات كتير في شغلي. طب ما انا عندي بنات كتير في مكتبي بهزر معهم وبضحك معهم وساعات بضربهم وحاجات كده, بس انا بتعامل معهم زي ابوهم يعني عشان دول بنات صغيرين. ولكن مراتي متفهمه ده. تعالي اقول لك بقى نعمل ايه لما يكون في حاجه زي كده. ما تقفشيش على جوزك قد ما لما يحكي لك تدي له ودنك وتسمعي منه وتقولي له رايك في مشكلتها مع جوزها ورايك في مشكلتها في شغلها وتشاركيه وتحسسيه ان هو صح وان هو تمام وان رايه كويس وكان ممكن نقول كذا وكان ممكن نعمل كذا. فبالتالي جوزك ده اول باول هيجي يحكي لك اللي حصل اللي دار ما بينهم وتبقي انت على درايه. احسن ما تقفشي وجوزك يبتدي يخبي عليكي وهو ما بيعملش الغلط بس علشان خايف على زعلك. احتوي الامر بشياكه وبعقل بدل ما البيت يتخرب على حاجه ما تستحقش اساسا.